معنا من عمان المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رولا أمين. أهلا وسهلا بك سيدة رولا معنا دائما على سكاي نيوز عربية. يعني كل فترة الأرقام تبدو صادمة وبارتفاع كبير جدا. اليوم أين هي الدول من هذه المعاناة ومن بعض الحلول؟ نعم، للأسف هذه الأرقام كل عام ترتفع، وللأسف أيضا فإن معظم من يضطر إلى النزوح عن بيته والهرب من الحرب والاضطهاد والظلم، في كثير من الأحيان هذا النزوح يستمر لسنوات طويلة، وعدد الذين يعودون من النزوح يقل مع الأعوام. يعني العام الماضي كان هناك الملايين ممن اضطروا للنزوح، ولكن فقط أقل من نصف مليون عادوا إلى بيوتهم ممن كانوا قد نزحوا سابقا. العام دائما نحاول أن نذكر الجميع بأن هناك هرولة وتسرع في بدء النزاعات، ولكن هناك تباطؤ في مساعدة أولئك الذين يدفعون الثمن الأكبر. وإن كنا سنكون صريحين، هناك الكثير من الموارد التي تحشد لتأجيج النزاعات، ولكن للأسف القليل فقط لمساعدة والتخفيف عن المدنيين الذين يدفعون الثمن الأكبر لهذه الحروب، ومنهم النازحون واللاجئون. طب اليوم أمام هذه التقارير سيدة رولا، يعني كيف تترجم؟ هناك دعوات مستمرة من الأمم المتحدة، من أمينها العام المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أيضا يتحدث عن هذه الأرقام. هذه الدعوات يعني هل تلقى أذان صاغية، أم أنه حتى في موضوع المساعدات هناك تقصير أو نقص؟ يعني نحن دائما نقول يجب أن يكون هناك تشارك بالمسؤولية في تحمل أعباء هذه الحروب وأعباء مساعدة من ينزحون ومن يصبحون لاجئين والدول التي تستضيفهم، ولكن الموضوع هو يحتاج إلى شقين. يعني المساعدة واحد هو موضوع وشق آني، أي تقديم المساعدة والعون للاجئين والنازحين والدول والمجتمعات التي تستضيفهم. هناك معونات وهناك مساهمات بالملايين، ولكن للأسف لأن حجم الاحتياجات يزداد، هذه المساعدات لا تكفي. لذلك يجب أن يكون هناك يعني تحشيد أكبر وحشد أكبر لمصادر التمويل لنتمكن من الوصول إلى كل من يحتاج إلى المساعدة. ولكن هناك أيضا مدى طويل، يجب أن يكون هناك جهد جماعي وجهد ملتزم بمعالجة أسباب النزوح وهي الحروب والاضطهاد، ويجب أن يكون هناك محاولات للعمل على حلول طويلة الأمد. يعني ليس فقط تقديم المأوى والخيمة والطعام والشراب، ولكن أيضا تأمين الحلول، منها إعادة التوطين، منها شمل اللاجئين والنازحين في المجتمعات التي تستضيفهم، وأهمها إزالة العقبات أمام عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة إلى المنازل والبيوت والقرى والمدن التي تركوا. طيب هذا جميل، ولكن واقع العالم بعيد كثيرا عن هذا الموضوع. وحتى نلاحظ سيدة رولا أنه عند بدء أي نزاع أو تجدد أي نزاع تكثر المساعدات في الأيام أو الأسابيع الأولى، وبعدها نصبح فقط أمام أرقام. طيب المتابعة هنا هي من مسؤولية من؟ عندما يتحدث أيضا المفوض السامي عن إحجام، طب هذا الإحجام من الذي يمكن أن يغيره أو يبدل بهذه المواقف؟ الإحجام طبعا هو من يرفض أن يوقف الحرب وأن يوقف النزاعات. الإحجام أيضا من الدول الغنية والقادرة عن تقديم الدعم المطلوب وبالقدر الكافي. يجب أن نتذكر أن معظم اللاجئين على سبيل المثال معظمهم تستضيفهم دول ذات متوسطة الدخل ومتدنية الدخل. يعني الدول الغنية ليست هي التي تستضيف اللاجئين والنازحين وتتحمل أعباءهم، رغم يعني النداءات الكثيرة التي نسمعها عن الأعباء التي يمكن أن يوفروها، ولكنهم في الحقيقة موجودون دائما ومعظم الوقت في الدول المجاورة للدول التي تركوها، وفي دول تعاني أصلاً كالأردن كلبنان كتركيا التي تعاني أصلاً من مشاكل اقتصادية وتعاني من بطالة ولديها أعباؤها. فاستضافتها للاجئين يجب أن يكون وأن يترافق
مع دعم دولي لهذه الدول حتى يتمكنوا من الاستمرار في استضافة اللاجئين ومساعدتهم بقدر الإمكان. ولكن يجب أيضا، هذا وهذا ما نؤكد عليه ويؤكد عليه المفوض السامي، يجب أن يكون هناك علاجات طويلة الأمد. يجب أن لا ننسى الأزمة، لأنك كما تفضلت يعني الأزمة السورية، الأزمة في أفغانستان، في اليمن، في ليبيا، يجب يكون هناك انتباه في أول الأزمة، ولكن بعدها يتم نسيان أولئك الذين يدفعون الثمن، خاصة أن احتياجاتهم وقدرتهم على حماية أطفالهم، على توفير الأساسيات لعيش كريم تقل مع كل سنة نزوح. يعني ومع كل سنة نزوح هم لا يتأقلمون وتصبح الأمور أسهل، على العكس تصبح الأمور أصعب كثيرا. لذلك علينا دائما أن نتذكرهم، أن ندعمهم، وهذا جانب لا ينطبق فقط على الدول القادرة، ولكن كل فرد قادر لديه أيضا القدرة. القطاع الخاص، الشركات الخاصة، أنت تعرف في منطقتنا أزمات كثيرة، ولدينا الكثير من النازحين واللاجئين من المنطقة وتستضيفهم المنطقة. القطاع الخاص في دولنا أيضا عليه واجب ويمكن أن يساهم بشكل كبير في تأمين احتياجات هؤلاء وفي تلبية بعض احتياجاتهم. هم إخواننا وهم جزء منا، ولذلك يجب أن يكون هناك التزام بمساعدتهم والتزام بإنهاء النزاعات وتذليل العقبات أمام عودتهم الكريمة إلى بلادهم، أمام وقف الحروب، أمام إعادة توطينهم للبعض الذي لا يستطيع العودة. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من عمان، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رولا أمين. شكرا جزيلا لك.